العملات الجديدة، العملات الجديدة موضوع حلقتنا اليوم. ففيديو اليوم ليس بنصيحة استثمارية، ولكن هناك الكثير منكم وهناك الكثير من يعرف كيف يستخدم هذه العملات في كسب الأرباح وكيف يستفيدون منها. فنظرا لطلباتكم بأن أضع لكم عملات جديدة، اخترت لكم عملة تناسبكم، عملة تشارك مع المجتمع. ما الذي تقوم بعمله؟ أي ما الذي تختاره؟ تقوم بعمل استطلاعات رأي من أجل أن تقوم باتخاذ قرارها. وكذلك سنشاهد الطرق التي يمكن لنا أن نقوم بالاستفادة من هذه العملة، لا عن طريق الـ NFT ولا عن طريق ما يسمى بالريفشير، أو حتى عن طريق سعر العملة، بمعنى أنه عندك أكثر من طريقة كي تكسب من هذه العملة. جيد إخواني، سأعطيكم فقط الأهم الأشياء المناسبة حتى لا يكون الفيديو طويل وممل، وحتى تتابع وتشاهد معي وتعرف ما هي مميزات عملتنا ومشروعنا اليوم ديفينيتي داو. هذا العملة وهذا المشروع الذي يطمح إلى الاستفادة أكثر من فرصة ربح. فأولا لو تحدثنا عن سعر العملة ووضعنا كهدف أولي، ممكن أن نضع الهدف الأولي يعني في مستوى الاثنان سنت، لكن بالنسبة لك لو كنت تريد أن تربح على المدى البعيد، فيمكن لك أن تستثمر في العملة وتشاهد وتراقب طبعا ماذا يحدث. فأعطيك فكرة العملة ولماذا هذه الفكرة أو مشروع العملة مختلف شيئا ما. فهذه العملة مرتبطة بشكل كبير جدا مع المجتمع، كيف ذلك؟ سأشرح لك. فباختصار هنا الفريق لديه خزينة يقوم بدراسة مشاريع، اوكي، مشاريع كريبتو، نتحدث هنا عن مشاريع لعملات رقميه، ويدقق فيها ويقوم بعدها بارسال عروض تقديميه لهذه المشاريع، بحيث انه هذه العروض كلها يتم تصنيفها واحده تلو الاخرى في قناتهم على التليجرام. والمجتمع هنا اتحدث عن انت وشخص اخر وشخص اخر وشخص اخر، يعني الاشخاص المستثمرين في العمله يقومون باختيار أيهما أفضل من أجل وضع فيهم أموالهم، وبعد أن يقومون بالاستثمار ويحصلون على أكثر، أو العملة التي تحصل على أكثر عدد من الأصوات، يقوم الفريق بعدها بالاستثمار فيها. نأتي إلى الأرباح. فعند تحقيق الأرباح، ف50% من هذه الأرباح تذهب إلى محفظة تسمى بمحفظة تقاسم الأرباح أو ريف شير. هذا ما يتم تسمية هذا المحفظة، وسنرجع إلى تقسيم المحفظة. جيد إخواني، فعند تحقيق الأرباح قلنا على أن 50% من الأرباح تذهب إلى محفظة تقاسم الأرباح، واللي أصلا جاي لك منها 2% من الضريبة. ف50% الأخرى تعود للخزينة لتعزيزها، وهكذا من الموقع. يعني الشيء يعني الجميل في الموقع، او الشيء الجميل في هذه الشركه، هي انها تشارك مع الفريق، وحتى ان تقاسم الارباح التي يتم وضعها او التي يتم عملها فيتم تقاسمها بشكل يدوي وليس بشكل اوتوماتيكي، بحيث ان كل شيء يكون امن ويكون مدقق، يعني حتى لا يعني كل شيء ياخذ حقه ببساطه. فالمشروع اللي تم العمل عليه في البدايه، فحصلوا فيه على 0.15 بامبي كأرباح. هذا المشروع اللي تم الاستثمار فيه وتم تقسيم الأرباح إلى غير ذلك، فشيء جميل جدا. فسأغير اللغة إلى العربية حتى تفهم معي كيف يتعامل هذا الموقع، يعني برغم من أنني شرحت لك كل هذا، فكله ستجده هنا يعني في هذا المكان. يعني يقول لك هنا الضريبة 10%، جزء من المئة للمحفظة، لنفتي كذلك يحصل على 1%، يعني 1% تخصص للسيولة، و 3%، يعني هذه 10% لو رأيت على أن نسبة كبيرة، لكن هي ليست بنسبة كبيرة مع مشروع الفكرة، مع فكرة هذا المشروع. فلهذا أحببت أن أقوم بإعطائكم نظرة. فكذلك تخصيص الـ NFT اللي عندهم واحد المكان خاص بالـ NFT اللي ستجده في الـ NFT Trade، يمكن كذلك أن تحصل على هذا الـ NFT المتواجدة هنا.
فبالنسبة للناس التي سوف تسأل عن موعد يعني توزيع الأرباح، فهو يتم توزيعها بشكل دوري كل أسبوع، يعني بشكل تقريبي يعني كل أسبوع، ويتم توزيعها يعني بشكل عشوائي لأي شخص يعني أو أي حامل للعملة عنده أكثر من 3000 في هذه العملة. فبالنسبة للموقع الرسمي والقناة الخاصة بهم على التليجرام التي يتم مشاركة فيها كل هذا، ستجدها أسفل في صندوق الوصف وكذلك في موقعنا الرسمي. فهذه كذلك بعض المعلومات ومقالة خاصة بالعملة، بحيث أنك ستشاهد فيها جميع الأشياء. فإجمالي العرض اللي هو 100 أو 1 مليون داو، سأرجع إلى الموقع الرسمي حتى أشاهد كل هذا. بالنسبة للوايت بيبر الخاصة بهذا الموقع، فكذلك مهمة جدا أن تقوم بدراستها من أجل الدخول في العملة. طبعا يعني تقريبا كل الأشياء التي ستحتاجها أعطيتها لك حاليا. فتوتال سبلاي قلنا على أنه 1 مليون جوتس. أوكي، بالنسبة للضرائب قلنا 10% في عملية الشراء و10% في عملية البيع. يعني الليكويديتي كذلك مقفولة، يعني البينك سال، هذه أشياء كلها إيجابية. فالفكرة هنا بخصوص العملة أعجبتني أنا شخصيا، ولهذا أحببت أن أقوم بمشاركة معكم كل هذا. ربما الناس التي تفكر في الاستثمار في العملات اللي تكون عملات جديدة، فأعتقد على أنها هذه واحدة من العملات التي يمكن لك أنك تستفيد منها بشكل كبير جدا. يعني في ظل هذا الفترة، في ظل هذا الفترة دي صعود السوق، فأعتقد على أن هذه العملة ما زال ستعطي حقها في السوق، وإن شاء الله سنشاهد فيها العديد من الأشياء الإيجابية التي سوف نقوم بالاستفادة منها. فقبل أن ننهي هذه الحلقة، سنقوم بالرجوع إلى الباسيس كان حتى نشاهد الهولدرز، يعني لأن واحدة من أهم الأشياء التي يجب عليك معرفتها هو هذا الهولدرز. بالنسبة للمحتفظين بالعملة، يمكن لك أن تقوم بمشاهدتهم، حتى أنهم عندهم يعني واحد المحفظة اللي هي خاصة بالحلقة، واللي تم حتى الآن يتم حلق يعني هذه الكمية، يعني تم حلق يعني في البداية 5000، بعدها 5000، بعدها 5000، 2600. يعني هذه الكميات تعتبر كبيرة، يعني أنا أتحدث هنا في آخر 15 يوم تم حلق هذه الكمية. فهذه الكميات يعني كبيرة، يعني في ظل أن توتال سبلاي الخاص بالعملة اللي هو 1 مليون، واللي متوقع إن شاء الله أننا نشوفه في عملية حلق قادمة بخصوص هذه العملة. سيكون عندنا إن شاء الله حديث عن هذه العملة. لو تريدون أن أقوم بوضع حلقة أخرى حولها، ضعوا لنا في تعليق أسفل في صندوق الوصف ما هي الأشياء التي تريدني أن أحدثكم عنها في هذه العملة، وإن شاء الله سوف أجيب عنكم في فيديو آخر. والسلام عليكم.